السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنشرح تجربة بي 6 فلات باور، اللي هي بتتكلم عن الباور فاكتور كوركشن. الباور فاكتور خدناه السنة اللي فاتت في الكورس السيركس، هو جزء سهل يعني. التجربة فيها بارت تاني عن الريزونانس، بس هو في مجاميع يعني ما اتشرحتش لها في المعمل. فنفس الكلام اللي قلته في بي 7، لو كلمت دكتور طارق يعني وقال لي في جزء ما شرحش في المعمل، وفي دكتور سألك في الشفا وفي، قول اللي هو ما شرحش، بس ما تندبش عشان هيتعرف هو شرح لك ولا لا. وعموما احنا هنقول يعني هنتكلم عن ريزونس في الاخر، هي جزء بسيط يعني مش مستاهل نسيبه او حاجة. المهم، ايه هو الباور فاكتور؟ خدنا من السنة اللي فاتت ان هو النسبة بين البي على الاس. ايه هي البي وايه هي الاس؟ البي دي اللي هي كانت الاكتيف باور، الباور اللي انا بستفيد منها، او بمعنى تاني اللي هي كانت بتمشي في اللود، اللي هي بتبقى ريزيستنس بس. الاس دي الكومبلكس باور، ودي بتكون مجموع البي بلس الكيو. لو حد فاكر الكيو كانت اللي هي الرياكتيف، ودي بتنتج لو انا عندي كويل او كبس. والكيو اللي هي بتتجمع على البي عشان تديني الاس اللي هي الكومبلكس باور او التوتال باور، دي انا مش بتحاسب عليها لان حاجه في الاخر بتستور في الاندكتنس عندي اللي هي في اللود، اللي هو انا حاجه مش بعرف اتحكم فيها. فانا في الاخر يعني انا مش لو انا عندي لود مثلا في ريزيستنس واندكتنس كويل، يعني انا مش عارف اشيل الكويل اللي فيه، فانا هشوف بديل ان هو يحاول يلغي تأثير الكويل ده. واحنا عارفين اللي بيلغي تأثير الكويل ده الكاباسيتنس. هنخش في ديتيلز اكتر دلوقتي. هو بيقول لك في يعني تعريف تاني للباور فاكتور، اللي هو لو كان عندي مثلا سيتا في وسيتا اي، فهي الزاوية دي هي الفرق بينهم، والفاي دي انا باخد الكوزاين بقت هي الباور فاكتور. عشان كده حتى بيسميها لك الديسبليسمنت باور فاكتور. يعني displacement على السي مثلا هو الفرق قد ايه بين الفولت وال current، يعني سلوة لاج ولا ليد ولا كده يعني. ده قانون الباور فاكتور كوزاين فاي. البي اللي هي الاكتف باور، على الاس اللي هي الكومبلكس باور او الابيرنت باور. الرينج بتاع الباور فاكتور من 0 لواحد. ليه مش من نيجاتيف 1 لواحد؟ لان كوزاين مثلا نيجاتيف الزاوية هو كوزاين الزاوية، فيعني هو انا الليميت بتاعي من 90 لنيجاتيف 90. هنقول الكلام ده قدام يعني، اللي هو الليميت بتاعي من 90 لنيجاتيف 90 في الزاويه. فاي زاويه من دول تعوض فيها في الكوزاين هتبقى من 0 لواحد في الاخر. وكوزاين فاي هو الباور فاكتور، عشان كده الليميت بتاعه هو بيساوي الكوزاين فاي. بعد كده بقى يخش في الديتيلز يفسر كل حاجه، القانون بتاعها والجراف بتاعها وكده. اول حاجه الاكتيف باور، ودي البي دي اللي انا اصلا عايز اخلي الاس كلها بي لو اقدر. الاس اللي هي التوتال باور عايز اخلي كلها بي واشيل تاثير الكيو اللي هو غصب عني في يبقى في اللود. البي هي الماجنيتيود الفولت اللي هو بالنسبه لي السبلاي، اللي هو 220 فولت مثلا من الفيشه يعني، على حسب ممكن يكون مش 220. ماجنيتيود الكرنت في الباور فاكتور او كوزان الفولت. الكيو هي نفس الفكره، الفولت في ماجنتيود الفولت ماجنتيود القرن في الساين فول. ولو نفتكر كانت وحده الباور هي الوات، وحده الكيو هي فولت امبير، ووحده الكيو هي الفار، والاس كانت بتتقاس بالفولت امبير. ودي قانونها هي مجموع الاثنين. الكيو بتبقى كومبلكس لانها ناتجه من اندكتنس او كاباسيتنس يعني، والباور بتبقى ريال لانها ماشيه في ريزيستنس. وممكن احسبها بطريقه تانية، اللي هي الفولت كفيكتور في الاي كونجكت كفيكتور. الكونجكت اللي هو دي رمز الكونجكت يعني في الكارنت. فلو عندي مثلا كارنت ب 18 امبير وزاويه نيجاتيف 45، هتبقى الزاويه مثلا 45. الزاوية هنا فاي او سيتا في او سيتا ار، حسب انا اعوض عليها ازاي في القانون. نزوم شوية. بعد كده بيقول لك ايه انواع اللود. احنا عارفين اللي هو ريزيستنس وكاباسيتنس واندكتنس، هنراجع عليهم بسرعة.
لو انا عندي سورس فولت وماشي كارنت في الريزيستنس، الاتنين بيعملوا ماكسيمم مع بعض، بيبقى زيرو مع بعض، مفيش فيز ما بينهم. فرق بس ان الفولت بيبقى اكبر من الكارنت كماجنتيود، لان انا في الاخر الكارنت اللي هو اي بيساوي في على ار، فانا بقسم على قيمة، الا لو القيمة الريزيستنس اللي هي اقل من واحد، ودي مش موجودة يعني. ففي الغالب بتبقى الاي اقل من الفي ماكسيمم يعني. لو جيت احسب الباور، وهي الباور افريج عندي، هضرب كل قيمة في الجراف الاي في الفي. لو ضربت هنا زيرو في زيرو فتبقى تحت زيرو، لو جيت في النص ضربت الماكسيمم في الماكسيمم هيديني قيمة ماكسيمم للباور، وهنا برضه هتبقى زيرو. لما اجي هنا هضرب نيجاتيف في نيجاتيف هتبقى بوستيف، فنلاقي ان الباور بتوسيليت بالشكل ده وهي قيمة بوستيف دايما، واللي هي دي الافريج باور بتاعتي. وساعتها ان مفيش فاي او فيز بين الفولت والكرنت، فالباور فاكتور هيبقى بواحد، وده اللي نفسي يحصل في الاخر يعني. ده اللي انا اصلا التجربة عاملها عشانه، وعايز اعمل كوريكشن باور فاكتور. وساعتها طبعا الكوزين تبقى بواحد، فالدي بتبقى ماجنتيود الاي في الفي على طول. هنا بيكمل على الكلام اللي احنا قلناه، اللي انا نفسي الباور كلها تبقى اكتيف، وان دي اللي انا بتحاسب عليها، ودي اللي انا بشغل عليها اللود مفروض يعني، ودي اللي انا بتعب عشان اعمل لها جنريشن. فهي ساعتها الفاي بتاعتها بتبقى زيرو، لان مفيش فيز بين الفولت والكرنت، والساين فاي بيبقى بزيرو. ساعتها الكيو من القانون بتاعها في اف اي في ساين الفاي ساين صفر بصفر، فبالنسبة لي مفيش كيو. فيبقى بالنسبة لي الاس متساوي البي ساعتها في اللحظة دي. الفرق بس اللي هيبقى فيه فيز زيرو، لان الاس دي كومبلكس فلازم اديها فيز مش اكتر يعني. هنا هو بيسمرايز الكلام اللي احنا قلناه فوق، ما فيش جديد يعني. تاني نوع من اللود عندي اللي هو الكويل او الاندكتيف لود. ساعتها هيبقى في لاج للكرنت عن الفولت، ده اللي احنا درسناه من ثانوية عامة. الكويل بيعوق اللي هو يعني التزايد الكرنت، فساعتها الفولت بيبقى سابق والكرنت هو اللي بيبقى متأخر، لأن الكرنت عشان يوصل للماكسيمم بياخد وقت. فساعتها لو افترضنا ان السيتا اف السيتا فولت اسف بيساوي زيرو وهي الريفرنس، ساعتها الاي هتبقى متأخرة او لاج بنيجاتيف 90. فلما اجي اجيب الفاي هتبقى صفر ناقص ناقص 90 اللي هي 90. لما اجي احسب الكوزين 90 هلاقيها بزيرو، ساعتها هلاقي ان انا ما عنديش بي افريج. ولو احنا رسمنا على كلامنا يعني الفولت مع الكرنت على نفس الجراف وفي فيز 90 درجة، هلاقي ان مثلا ده الفولت والكرنت عنده اهو في شيفت 90 درجة، يعني ساعة ما هو كان ماكسيموم كان بزيرو، ولما كان الفولت بزيرو كان الكرنت هو اللي ماكسيموم. لو انا ضربت الكيرفين دولت في بعض هلاقي الكيرف الباور بالشكل ده، يعني مثلا زيرو في قيمة للكرنت اديني زيرو، برضو هتديني هنا زيرو. فالمهم اضرب قيمة في قيمة يطلع لي الكيرف بتاع الباور ده. لما اجي احسب له افريج هيبقى افريج بزيرو، عكس اللي فوق كان في قيمة للافريج. فده هو عكس الريزيستنس لود اللي هو هنا ما عنديش بي خالص، ودي اوحش حاجة. بس هلاقي كل قيمة الباور اللي عندي بقت في كيو، وساعتها هي هتكون ال RMS value بتاعة الباور فورم، يعني ال wave form اللي عندي دي هجيب ال RMS بتاعتها اللي هي الماكسيمم على روت 2 بقت هي كيو، وساعتها كيو هتساوي magnitude ال V في ال I، وساعتها برضو ال S هتكون عبارة عن كيو بس، وبتساوي V في I و phase بينهم 90 درجة. بيسمرايز برضو القوانين اللي احنا قلناها، ما فيش جديد قانون، بس يعني بيقول لك ان الكيو بتساوي في سكوير ده اي. لو عوضت يعني شلت الاي قلت اللي هي في على اكس ال، في سكوير ده اكس ال والكلام ده. هيبقى العكس في الكاباسيتيف لود. لو انا عندي كاباسيتور بدل الكويل، انا عارف ان المعوقة بتاعة الكويل هي واحد على الاوميجا في السي،
بس هنا الكباستور هو الكارنت اللي بيبقى سابق الفولت، ان الفولت هو بيقعد يزيد يزيد من السبلاي لحد ما يوصل لاكبر قيمة من السبلاي، بس الاي بيكون هو ماكسيمم من البداية. فلو جيت رسمت جراف للفي والاي على نفس الكيرف، يعني هلاقي ان الاي بيبقى ماكسيمم قبل الفولت اللي عنده، يعني بيكون زيرو، وما الاي يكون زيرو الفولت هيكون ماكسيمم. لو برضو ضربت كل قيمة لبعض عشان اجيب البي كيرف، هلاحظ ان بس هنا الكيرف بتاع الباور بقى نيجاتيف الكيرف التاني. فين الكيرف؟ هو ده، هنا كانت في الاول بنيجاتيف، هنا كانت الباور بقيمة بوستر في الاول، وده طبيعي لان الزاوية فوق كان الفيز 90، هنا بقى نيجاتيف 90. لان افترضت لو السيتا في هي اللي بزيرو كريفرنس، فالسيتا اي هيبقى سابق 90 درجة. لما اجي احسب الفاي تبقى صفر ناقص 90، اللي هي بناقص 90 كوزاين 90 بواحد. بس لما اجي احسب في الكيو، هي طبعا البيتا هتبقى زيرو، كده هتديني قيمة سالبة. فده اللي يفسر ان الكيو هنا نيجاتيف الكيو اللي فوق، والحتة دي هي اللي هتخليني اعمل كوريكشن للباور فاكتور قدام. لان انا زي ما قلت في الاول، لان انا مش هعرف اتحكم في اللود اللي عندي، اللي هو بيبقى فيه طبيعي كويل مش هعرف اشيله، وانا خلاص هجيب حاجة بتشيل تأثيره او بتعاكس تأثيره يعني. فده اللي انا هعمله بالكباستور. طبعا برضو نفس الكلام، هتبقى هنا الاس هي عبارة عن كيو بس بزاوية ناقص 90 درجة، او ممكن اطلع 90 برا الفيز، يعني هتبقى ماجنيتيود في اف اي وزاوية 90. بيسمرايز برضو القوانين. هو هنا بس عنده غلطة، هو كوزاين نيجاتيف 90 بزيرو مش بواحد، هو كاتب الباور فاكتور بواحد، هي غلط، هي كوزاين هو معوض عليها فوق بزيرو. هو ملخص لطالب يعني في السنة اللي فاتت، أنا لقيته بعد دراسة السنة اللي فاتت، ممكن أبقى أنزله، فدي غلطة يعني مش قضية. المهم، وهنا برضو بيديني نوت، واحنا قلناها فوق ان الكيو في حالة الاندكتور هي بتكونسيوم من الباور بتاعه، بينما الكيو في حالة الكباسور يعتبر بالسبلاي. بمعنى لو انا عندي مثلا ثانية دايرة بالشكل ده، في كويل هنا، كل ده كويل معلش، وهنا في كباسنس بارلل معاه، وهنا في سبلاي. عموما يعني في اللحظة ان السبلاي ده على الكويل، الكويل بيكونسيوم باور من السبلاي، في نفس اللحظة دي الكاباسيتنس هو بيدي للدايرة دي باور. فأنا ممكن تأثير الكونسيوم ده بدل ما يكونسيوم من السبلاي بتاعي، لا يكونسيوم الكاباسيتور بتاعي، بحيث لما أنا أحط ريزيستنس هنا مثلا، أو اللي هو اللود بتاعي، الفولت ده يكون هو بيغذي الريزيستنس بس، والكويل مع الكاباسيتور هما الاتنين مع بعض، ده بيكونسيوم مع ده وده بيغذي ده. وده اللي انا هحاول احسبه واعمله في التجربة بعدين. نمسح الكلام ده بقى، بعد كده بيقول لك ان الباور فاكتور بتناسب عكسيا مع الفاي او الزاوية اللي بيعملها الفولت مع الكارنت. وده طبيعي لان الزاوية لو قلنا اللي هي بتتراوح من 0 ل 90، فعند كوزاين 0 بواحد، وكل ما الزاوية تزيد هلاحظ ان هي بتبقى كسر لحد ما يقرب للزيرو. ان لو قلنا كوزاين مثلا 88، هتلاقيها 0.1، مش فاكر الرقم كام، فهي بتقل القيمة بتتناسب عكسيا يعني. ودي ملحوظة هستفيد بيها قدام جدا لما اجيب العلاقات بقى، لما الباور فاكتور يزيد ايه يحصل للكرنت والكلام ده كله. تمام، هنا برضو هو بيلخص الكلام اللي قلناه فوق في صورة جرافات، ان في حالة الريزيستنس الاي والفولت في نفس الاتجاه، في حالة الاندكتنس الاي بيعمل لاج، في الكاباسنس الاي بيليد. بعد كده بيقول لك لو انا عملت كومباينيشن بقى ريزيستنس واندكتنس، وده اللي في الحقيقة موجود عندي في اللود بتاعي، اللي هو مثلا عبارة عندي شقة تلفزيون، انا الجهاز بتاعي بيبقى فيه ريزيستنس ولود، دي حاجة بتحكمش فيها. فبدل لما يكون الكرنت بيلاج الفولت بزاوية 90،
هتبقى زاوية ما بينهم، لأن الزد عند المعوقة هتكون بقيمة مثلا زد بتساوي 5 في الريال بلس قيمة في الإيماجينال جي مثلا 20 أو جي 2. فلما أجي أحسب الفاي هنا هتكون قيمة بين 0 و90 مش 90، فالباور فاكتور هيكون هنا برضو قيمة بين 0 و1. أنا نفسي بقى نفسي تكون 1. تمام، نمسح برضو الكلام ده. بس الأول بس نعرف هو يعني لو الباور فاكتور قليل ايه اللي هيأثر يعني على المصنع بتاعي مثلا، او اللود بتاعي او الكلام ده كله. فهنا بيقول لك كذا ديس ادفانتج، بيقول لك لو انا عندي هارد سيستم كاباسيتي ريكويرمنت تو ميت ذا لود ريكويرمنت ات لو باور فاكتور. بمعنى انا قلت ان انا عندي لود بيبقى ريزيستنت وكويل، الباور فاكتور بتاعه بيبقى قيمه من 0 لـ1 فهو كسر. نفترض مثلا ان اللود بتاعي هو التلاجة بتسحب 100 واط مثلا، يعني اي ما اعرفش ارقام. فالباور فاكتور لما اضرب في كسر هنا هيكون هو جزء من الباور اللي عندي. فلو انا كنت مثلا انا مولد للتلاجة دي 100 واط، فالباور فاكتور ناتج ان التلاجة مثلا فيها كويل، الباور فاكتور بتاعها ده خلاها جزء من الباور بس. يعني لو انا كنت بولد 100 واط فهيبقى هنا 80، فيجي يخش 80 على التلاجة مش هيشغلها. فانا بقيت محتاجة مثلا اخلي الكسر ده لما يضرب في القيمة دي يوصل ل100 برضه. فانا بقيت بجنريت بزيادة بحيث اعمل الباور فاكتور، وده مش طبيعي او مش منطقي يعني اللي انا اعمل حساب الكويل اللي في كل جهاز. فانا لا، انا هحاول اشوف حل اللي انا بنفس الباور اللي عندي دي بس العب في الباور فاكتور ان انا اوصله لواحد. فهنا بيقول لك لو انا عندي الباور بلانس او المحطة بتاعتي الباور اللي بتنتجه ثابت، انا هفضل مخليه ثابت مش هغيره، والفولت برضه هو ثابت يعني السورس انا مش بغير السورس. فانا عايز اعرف العلاقة بين الكرنت والباور فاكتور، هلاقي علاقة عكسية. انا كل ما بزود الباور فاكتور الكرنت بيقل، دي حاجة كويسة مش وحشة، لان انا لما اقلل الكرنت انا بقيتش محتاج اني اجيب مثلا سلك بيستحمل كرنت كبير. وليه اصلا الكرنت بيزيد؟ خلينا نشرح الحتة دي. لان الكرنت هو مجموع يعني مجموع قيمة، لو انا قلت الكرنت هو مثلا 10 في الريال بلس الماجنري 5، لما اجي اقول الكرنت كماجنتيود هقول على 10 سكويرد بلس، معلش انا اسف يعني على الخط ده عشان بكتب ماوس بايظ، بلس 5 سكويرد، فهيطلع رقم اكبر من 10 اللي هو الريال اصلا اللي انا محتاجه. فانا لو كنت بعمل سايزنج، احنا كنا خدنا في السنه اللي فاتت ان الحجم بتاع السلك بتاعي كل حجمه ليه كرنت يمشي فيه. فانا لو انا كنت محتاج 10 كرنت، فانا في 5 هنا طلعوا ما لهمش لازمه، زودوا لي الكرنت اللي هيمشي. انا لازم اعمل سايزنج على مقاس الرقم اللي طلع الجديد ده، فده برضو تكلفه بالنسبه لي لان انا بزود في فلوس سلك برضو. نمسح الكلام ده. فانا الكرنت عندي بيزيد وانا مش عايزه يزيد. او بمعنى تاني انا ممكن اعمل حاجة اخلي الكباسنس هي بتطلع كرنت، او الكباسيتور بقى بيطلع كرنت بيجنريت كرنت يعاكس الاي بتاع اللي بيحتاجه الاندكتنس عندي، بحيث لما كنت كاتب هنا بلس 5 جي، الـ5 جي دولت اللي هو الكرنت اللي يمشي في الكويل اللي هو موجود في اللود. خلاص انا هطلع كاباسيتنس، هطلع كاباسيتور بيطلع نفس الكويل، بيطلع نفس الكرنت ده بحيث هو يغذي الكويل اللي عندي، والكرنت اللي طالع بقى من الباور اللي عندي هو اللي هيغذي الريزيستنس بتاعتي. او بمعنى تاني الكاباسيتنس هتطلع كرنت بيعاكس كرنت بتاع اللود. هي كانت مرسومة في اللاب مانوال بشكل أوضح، تعال نجيبها. بيقول لك هنا لو أنا افترضت سبلاي السورس ده بيطلع أي معينة، وأنا حاطط هنا كاباسيتانس بارلل مع الإندكتانس، وقال لي مفيش ريزيستانس في الأول، اعتبر إن الريزيستانس دي مش موجودة في الأول.
ليه حطيت الكباستم سيريس قصدي بارلل من السيريس؟ علشان انا عايز الفولت يكون واحد على الاثنين، مش عايز قيمة الفولت تتغير، لان لو قيمة الفولت اتغيرت انا كده هكون بحاول يعني اظبط قيمة الفولت والكرنت في الناحيتين. فانا لا، انا هخلي الفولت ثابت واحاول اظبط قيمة الكرنت اللي هي اللي بتولد لي يعني او بتجنريت الاي ال. فبيقول لك انا الكباسنس هتطلع لي اي سي كرنت واللود هيكون محتاج اي ال، فلما اطبق كي في ال الادي اي سي واي ال داخل هيبقى داخل هنا في طالع من السورس يعني اي ال ناقص اي سي. انا عايز بقى الديفرنس بين الاثنين بيساوي زيرو، بحيث اللي يخرجه الكباسنس يخش على الاي ال. يقول لك في الاخر لو انا حطيت اللود فالسورس بالنسبه لي بيطلع لي اي ار بس، اللي هو انا كنت عاملها 10، انا كنت عايز ال10 دي تخش على الار، والاثنين دولت مع بعض هما بيغذوا بعض او شغالين مع بعض بايا كان يعني المفهوم اللي بيشتغلوا بيه. هنا برضو كان بيقول لك العيوب او ليه انا بعمل امبروف للباور فاكتور. احنا قلنا عشان السايزنج كيبل والكوست بتاعت الالكتريستي، لان برضو هو انت ما بتتحاسبش على الاس، بتتحاسب على الباور، بس هو عبء عن الدولة. فحتى اصلا ده في فرض او قانون تقريبا يعني في المصانع اللي انت لازم تعمل باور فاكتور لكل مصنع، لان انت بتتحاسب على البي. فانت لما بتحسنش الباور فاكتور انت لا، انت كده انا كشركة بتصنع كهرباء انت بتزود عليا فلوس. برضو لوسز ان كيبل بالكيلو وات، احنا عارفين الباور لوسز بتساوي اي سكوير في ار، فانا لما يكون الباور فاكتور قليل كان الكرنت بيزيد بس عاملها من شوية، فلو اي سكوير ده هيزيد اكتر فالباور بيزيد اكتر. نفس الكلام الفولتج دروب بيزيد لان الباور لوسز بتزيد، بزود الافايلابل باور، لان زي ما قلنا لو كنت انا بولد 100 وات فالباور فاكتور بيتضرب كجزء من 100 بيخلولي 80. لا، انا لما احسس ان باور فاكتور يوصل لواحد فانا 100 وات كلهم هاخدهم كمية كاكتيف باور. تمام. في عيب تاني برضو، ان لما احنا قلنا الكرنت بيزيد ممكن يوصل مثلا كماجنتيود، لما اخد الروت ده سكوير زائد ده سكوير يوصل لو كان 10 حطيت عليه 5 بقى 12 ولا وات ايفر هيطلع كام. نفترض مثلا اللود بتاعي بيسحب 10 وانا دخلت له 12 كماجنتيود، الفيز ده ما بيعبرليش عن حاجه يعني. الناس عشان تفهم الفيز ده ايه، هو بيوصل امتى، او بالنسبه لي انا بشوفه امتى. انا مش هيفرق بالنسبه لي كجهاز انا بشوفه امتى، انا بيفرق انا بيخش لي قد ايه. فانا الجهاز لو اخره 10 ودخل لي 12 مثلا فده ممكن يبوظ الجهاز، وده اللي هو بيقوله لي في النود دي. بعد كده بيقول لك هاير انرجي لوس اللي احنا قلناه من شويه، ان الباور لوس اي سكوير في ار، وانا بزود الاي فالباور بتزيد. ملحوظة كمان بيقول لك على اساس ليه انا بحسن باور فاكتور، بيديني بور فولتج ريجيليشن. احنا خدنا الفولتج ريجيليشن في الترانسفورمر وهو عباره عن النو لود فولتج ناقص الفول لود فولتج، وبقسمه على النو لود فولتج. هنفترض مثلا ان انا عندي كي في ال كده، وبيقول لك طبق الترانسفورمر. عندي السورس اللي انا دخلته على الترانسفورمر، وعندي انا عايزك تتخيل شكل الدايرة، تعال نرسمها بسرعة. كانت هنا تبقى الكويل كده برايمري، هنا سكندري، وهنا مش عارف في كويل ولود وكويل تاني. المهم يعني فده الإيه اللي داخلة هنا، وده الفولت اللي على اللود اللي هو ده الفي ال ده. فانت لو طبقت كي في ال وده الكرنت اللي ماشي، هيبقى الفي ال ده بيساوي الاي ناقص الاي في الزد اللي هي زد جي ال اللي هو جنرال اندكتنس يعني، او جنرال ريلاكتنس مش فاكر اسمها ايه. المهم فانت المعادلة دي كل ما الباور فاكتور بيقل الاي بتزيد، فالجزء اللي بتطرحه من الاي اللي عندك الفولت اللي انت مدخله للسيستم كده بيزيد، فالفولت اللي انت بتحطه على اللود بيبقى قليل جدا. حتى هو بيقولك هنا الفولت هنا الاي في ال هيبقى اقل من الاي بكتير جدا. فلما تيجي تطرح جزء من صغير من جزء كبير هيعتبر تقريبا 100%، فده بور ريجوليشن. انت كده ما بتستخدمش الفولت اللي انت مدخله، وهو ده الفولتج دروب. في فولتج دروب كبير
على باقي المقاومات يعني او وات ايفر اللي في السيستم. حتى لما عمل لك الجراف هنا بيقول لك ان ال VL اقل بكتير كماجنيتيود من ال E اللي انت مدخلها للسيستم. يعني نمسح الكلام ده بقى. بعد كده بقى بيقول لك الادفانتج اللي انا استفدتها من الكوركشن باور فاكتور او امبروفنج باور فاكتور، هو في كل الاحوال هيكون عكس العيوب اللي احنا قلناها فوق، اللي هو بقلل الكرنت فالباور فاكتور بيزيد. بقلل الكرنت يعني بيبقى استهلاك اقل للكرنت، الباور كلها بتبقى عندي اللي انا بستخدمها كبي مش ككيو، بحسن الفولتج ريجوليشن، بقلل الانرجي لوس، يعني كل الحاجات يعني عكس اللي فوق يعني مفيش جديد. بيقول لك ان انا بقلل الاي هنا، فبقلل الاس دي اللي انا بعملها جينيريشن من المصدر بتاعي، وبقلل الكرنت برضو، فبعملش اوفر لودين، فبضمن ان اللود بتاعي يخش له الكرنت المظبوط وما يتحرقش. وطبعا بقلل الجينيريشن بتاعي واللود كوست بتقل. يقول لك كمان لو ماتور مثلا، افترض اللود بتاعي ماتور، كده بعمل ريدكشن في الفريكوانسي بتاع الفولتج دروب الناتج من اللو باور فاكتور. الفولتج دروب اللي كان ناتج من اللو باور فاكتور هيقل، وكده انا بحسن الافيشنسي بتاعت الموتور وبقلل الاوفر هيتنج لان كان فيه لوسز عندي. بعد كده بيقول لك ده التريانجل بتاعت الباور، لو انا عندي بي كريال اللي هي على الاكس اكسس والكيو الايماجري على واي اكسس، دي العلاقات اللي بين بعض. يعني في قانون بس كان في اللاب مانوال عايز استنتجه، بيقول لك ان كيو سي بيساوي دي في القيمه دي. احنا قلنا بقى علشان نحسن الباور فاكتور هنحط كاباسيتانس شنت بارلل. يعني فنفترض مثلا ان في الاول خالص انا كان عندي باور فاكتور ب7 من 10 واس 122 كيلو فولت امبير وكيوب كذا اللي هو المثلث الكبير الاولاني خالص. وبعد ما احط كيو هضيفها هنا بحيث تشرح لي من ده، بيطلع لي اس جديده وباور فاكتور جديد. فانا القانون ده استنتاجه ازاي او هو جابه ازاي؟ لو افترضنا مثلا ان المقابل اللي هو كيو اللي هو عباره عن مجموعه كيو داش بلس كيو سي، ادي الكيو داش بلس الكيو سي بتيكوال البي في تاني الزاوية اللي هي الزاوية القديمة اللي هي فاي، أول زاوية خالص، فاهم؟ الزاوية اللي هي فاي، للأسف عشان بكتب المواد بس. فالكيو داش دي لو أنا جيت أفكها تاني بدلالة الباور هي عبارة عن البي في تان الفاي داش، فدي هتبقى عبارة عن بي تان فاي داش. لما انا اوديها الناحية التانية بعكس الاشارة واخد البي كومن فاكتور هيطلع لي القانون ده. ده انا من حقي اعوض بيه، يعني لو هو بيقول لي عايز احسب الكاباسيتنس اللي هحطها على اساس تديني باور فاكتور جديد احسن، وهو ناتج طبعا من الحسابات دي. هو قال لك في الاخر الكيو الجديدة طلعت ب 0.95، فهو عايز مثلا يوصل الباور فاكتور ده، فانت تقعد تعوض هنا وتطلع كيو سي. الكيو سي تقدر تطلع الكاباسيتنس اللي هتضيفها، ودي مسألة في البري لاب هنحلها. يعني فانت ممكن تستخدم القانون ده على طول. نمسح الكلام ده. بعد كده هو ما قالش حاجة جديدة، يعني قال لك لو الاندكتيف لود هيبقى كيو بوزيتيف، لو الكيو كاباسيتور هتبقى نيجاتيف كاباسيتور بلس ريزيستنس. يعني so if generally we use capacitor load with inductive load we will decrease the Q and increase the power factor. بعد كده هنا بيديك المثلث التريانجل بتاع لما انا احط كاباسيتور جديد، لسه حلينا عليه مسألة، بيقولك اللي طبيعي الكيو نيو البي بار فاكتور اقصد تبقى اكبر من القديمة والكيو نيو تقل. ودي الميثود بتاعت الشنط او البارلل كاباستور. بيقول لك ان احنا دايما عايزين باور فاكتور، احنا دايما بنحاول نقرب للواحد لو ينفع يعني نخليه واحد،
ودي الباور فاكتور كوريكشن اللي هي باختصارها البي اف سي. بيقول لك اللي فيه انواع علشان اعمل باور فاكتور كوريكشن. الشنت كاباستر لسه قايلينها من شويه، لو بيعمل ليد باور فاكتور بيعكس اللاج باور فاكتور، فانا بالطريقه دي بزود الباور فاكتور اللي عندي. وانا بحطها قلنا شنط ليه بارلل عشان السورس او الفولت بتاعي يبقى كونستنت على الاتنين، وانا بحاول اعمل كارنت يلاشي بتاع الاندكتيف يعني. هو في الحقيقة ما لو فاكر، لو فاكرين التجربة عملناها ازاي، كان في الجهاز كده حاجة اسمها كاباستور بانك، ودي بيبقى فيها كاباستورز متوصلة بشكل دلتا أو ستار، وفي أرقام كل كاباستور ليه قيمة معينة بالفراد بحيث أظبط ازاي، وفي سويتش أنا بحركه بحيث أنا بشوف أنا هجيب هوصل يعني كام كاباستور على أساسه هطلع كيو بقد ايه، بحيث احسن الباور فاكتور زي ما انا عايز يعني. ودي التجربة اللي هنشرحها برضه. فمثلا لو عايز مثلا 20 كاباستور، لا عايز 10 مايكرو فاراد، وانا ما عنديش مثلا في البنك ده 2، فهحط السويتشات هقفل على 5 من 2 مايكرو، لان انا عارف البارل اللي بجمع هيبقى 5 في 2 ب10، فانا جبت الكاباستنس اللي انا عايزه. تمام. دي ما كانتش موجودة في الجزء ده، ما كانتش موجود يعني في البري لاب او قصدي المانوال لاب. خلينا نجيب الجزء ده من البري لاب يعني، هو ما فيش فرق يعني. بيقول لك اللي هو في طريقتين، فيكس الكباستور واوتوماتيك كباستور بانك. الفيكس ده اللي هو انا بوصله يعني بايدي مانوال باي سيركت بريكر او لود بريكر سويتش، او سيمي اوتوماتيك باي كونتاكتور اللي هو بيفصل يعني وبيفتح على حسب الكارنت اللي بيخش. اللي هو الفرق بينه وبين السيركت بريكر، السيركت بريكر اللي هو عندنا في الشقة في أي كابينة بتاعت الورا العداد دي، لما بيخش كارنت عالي مثلا في أي حاجة في الشقة بيفصل لوحده، ده جهاز أمان بس مبيشتغلش بقى غير لما أنا أشوف العيب فين، القفلة لو في قفلة لا قدر الله أو حاجة. هنا بقى الكونتاكتور لأ، على حسب الكارنت بيقفل على حاجة تانية يعني. مثلا لو جالي كرنت كبير فيقوم قافل مثلا من حتة وفاتح على حاجة تانية لوحده، فبيقولك سيمي اوتوماتيك يعني، لان يعني برضو انا يعني انا في الاول بظبطه هيفصل ازاي وهيفتح ازاي وعلى انهي اساس. في بقى دايركت كونكشن اللي هو على اللود على طول، وبعمل سويتش جزء اللي هو انا بعمل كل حاجة يعني بسويتشات. مش هو نفس الفكرة، 3 زي بعض 3 سويتشات، بس الفرق بس كل واحد بيشتغل ازاي، ومش علينا نعرف بيشتغل ازاي، دي معلومات بره اللاب يعني. بعد كده بيقول لك الكاباستور دي بتتابلايد ازاي على التيرمينال بتاعت الاندكتيف ديفايسز، لو كانت موتور او ترانسفورمر. الباس بار برضو، الباس بار دي يعني هي حاجة بره اللاب، هي دي موجودة في محطات الديستريبيوشن يعني، او في المحطات عموما. لما انا اجي استقبل الباور بتاعي او الكرنت من السلوك ديستريبيوشن على المحطة او العكس او البيوت، مثلا هدخلها على سمول موتورز او اندكتيف لود اللي هي الكوست بتاعتها عالية جدا، فانا بالنسبة لي محتاج ان انا احط عليها كباستور علشان تحميها من الكرنت يزيد لو الباور فاكتور قليل. بيقول لك عموما يعني لو اللود بتاعي كونستنت تقريبا، وهتلاحظ في الفيكسد كباستور اللي انا عندي لود الليفل بتاعه ثابت ما بيتغيرش، فانا بحط فيكسد كباستور. بعمله كنترول ازاي بالثلاث حاجات دولت، ودي الحالات اللي انا بحط فيها الفيكسد كباستور. بيقول لك تاني نوع بقى الاوتوماتيك كاباستور بانكس، اللي هي كانت الجهاز اللي كان في معمل الشنايدر. هنا الفرق بين الاوتوماتيك كاباستور بانكس والفيكسد، ان هنا اللود بتاعي او اي حاجه بتاعتي بتبقى ثابته، ومش مهم اوي اللي انا احط عليها يعني حاجه اوتوماتيك، لان الاوتوماتيك ده مكلف برضه. لكن هنا بيبقى بالنسبه لي الجنرال باور ديستريبيوشن بورد، يعني مثلا محطات الكبيرة اللي هي اللي بتوزع بقى على كل حتة،
ما هي متعرفش اللود بيبقى كام، بيتغير كل شوية. انت مش على طول مشغل 5 لمبات وتكييفين والعدد اللي عندك، فانت بالنسبة له الاوتوماتيك كباسر بنك ده اساسي. في نفس الوقت اللي عندك لود غالي ومكلف ويعني انت مهتم بيه، فانت لازم تعمله الاوتوماتيك كباسور بانكس برضه. الفرق هنا بس عشان ما حدش يتلخبط بين الباس بارز اللي هنا واللي هنا، انا كنت بقول لو شغال على مواتير صغيرة يعني اللي هو اللود مش هيتغير انا عارفه، لكن هنا انا بتكلم جنرال بقى الباور ديستريبيوشن بورد اللي هو المحطة الاساسية. ده فرق بين الاتنين، وده سكيماتيك يعني بيقول لك البنك اللي هو الكباسور بيبقى فيه دلتا وستارز وبارلل مع بعض. انا ينفع اعمل كومباينيشن بقى باي قيمه للكباسور زي ما انا عايز على حسب اللود وعلى حسب انا بديتكت ازاي يعني. وفي برضه برامج كده الناس اللي هي داخله باور هتدرسها يعني ان شاء الله. بعد كده بقى في توبيك مختلف شويه عن اللي فات، الافكت بتاعت الهارمونكس خلينا نشرحها على الورق هنا. هو نفس الكلام اللي موجود في اللاب يعني ما فيش فرق. انا عارف ان السبلاي بتاعي سواء فولتج سورس او كارنت سورس هي عبارة عن ساينوسويدال ويف بفريكونسي موجودة في مصر يعني 50 هرتز، في دول تانية بتبقى 60 بس عندنا 50. فوارد ان السورس يجيلي اصلا مش بيور ساين ويف، وده اللي بيحصل. هو مش وارد، هو بنسبة كبيرة بيحصل، بتبقى عبارة عن ساين ويف بس عليها نويز. لو انا عملت لها فورير ترانسفورم بحيث اللي هو انا عايز احولها برضو لساينات وكوزينات، فهيطلع عندي الفاندامنتال فريكونسي اللي هو 50 اللي هو كان الساين ويف الأساسية، والنويز دي هيطلع مالتيبليكيشن من الـ50 دي اللي هي بنسميها احنا هارمونكس اللي هو الفيرست والسكند والثيرد، وعلى حسب انت عندك نويز قد ايه هتوصل لان من الهارمونكس. فالهارمونكس دي بفريكونسيز مختلفة، هي مضاعفات الـ50 هرتز اللي هي بتاعت الفاندامنتال. فانا هلاحظ ان انا لما كل ما بزود النويز الهارمونيكس بتزيد، ومثلا لو وصلت ل 10 هارمونيكس في 10 في 50 500 هرتز، وانا عارف ان الاكس سي بتساوي 1 على الاوميجا في سي، الاوميجا اللي هي الفريكونسي، لما بتزيد قوي الاكس سي بتقل. وانا عندي الفولتج الثابت اللي انا مصدره كسبلاي اللي هو الساين بالنويز بتاعتي، لما هقسمه على اكس قليلة الكرنت بيزيد. وانا اصلا انا جايب الكباستور علشان يطلع لي كرنت يعاكس او مش يعاكس، او هو اللي يشتغل مع الكويل بحيث احسن الباور فاكتور، والسبلاي او الباور اللي جاي من السبلاي يبقى كله بي اكتيف باور. فانا كده لما يكون عندي كرنت كبير هيمشي في الكباستور فانا مش هجيب من بره، فكده هيبقى بلود، هيعتبر كأنه لود علشان هيسحب من السبلاي، لان هو بيطلع كارنت معين فهو عايز اكبر من الكارنت ده فهيضطر يسحب من السبلاي. فبالنسبه لي الكباستور ما مش بيعملي باور فاكتور، ده بقى لود وهيسحب تيار زياده، وبالتالي هيعمل لي اوفر هيتنج. اوفر هيتنج هيسخن، وده كده هيحصل لي مشكله. المشكله دي بتحصل عند فريكونسي معينه. علشان احسب الفريكونسي دي كنا عملنا الشغل ده السنه اللي فاتت. لو انا عندي الدايره دي، انا افترضت اللي هنا فيه سبلاي وفيه لود، تعجبها من اللاب مانوال هتبقى شكلها اوضح. هي الدايره دي كارنت سورس اعتبر فولت سورس، وهنا اللود والكباستور اللي انا عامله. عايز اجيب الزد بتاعت الشكل ده، تعال نرجع نجيبها من الورق. زد توتال لو انت فاكر كنا هنحسب اكس سي بارلل مع اكس ال، كنا بنضرب فوق وتحت في سي اوميجا عشان نوصل في الشكل ده في الاخر. انا مش عايز اعملها عشان ما اطولش، فهيطلع الزد توتال بالشكل ده. لما كنت بحب اجيب الريزونانس اللي هي عندي زد، لو انا كنت فاكر كان في حاجه اسمها بولز وزيروز، عند الباور يعني اللي فوق بيساوي زيرو او اللي تحت بيساوي زيرو، فانا اللي فوق انا مش عارف اساوي الاوميجا او ال بزيرو يعني، فتحت ممكن اساوي المقام بزيرو، فيطلع عندي الاوميجا او الفريكوانسي بتاع الريزونانس بيكوال 1/2 باي f في روت ال اس في سي، ال اس اللي هي تبع اللود يعني. فهو ده الفريكونسي ريزونانس يعني اللي انا مش عايزه يحصل، علشان عنده بيبقى الدايره بتاعتي ماكسيمم باور.
كنا خدنا معلومة ان الفريكونسي ريزونانس بيحصل عنده ماكسيمم باور، ولما نوصل للريزونانس عند قصدي الفريكونسي ريزونانس اسف، هنقول اللي بيحصل اي ماكسيمم عند الريزونانس فريكونسي لما نوصل للجزئية دي يعني. حاجة كمان عايز الناس تعرفها، هو كان في فرق بين اللود النون لينير واللينير. يعني مثلا الريزيستنس دي هي لينير لود. ليه لينير لود؟ لان لما انا كنت بجيب الجراف بتاع الفي والاي كانوا لينير، يعني لو طلعنا نجيب الجراف بتاع العلاقة بين الار وال الاي والفي في حالة الار، كان ده منظر الجراف الاي والفي ان فيز مع بعض ولينير، بحيث لما الفولت بيزيد الاي بتزيد، فالعلاقة لينير مفيش يعني اختلاف. لو انا جيت احط خط بين الاي والفي هلاقي العلاقة خط مستقيم. وفي مثلا في حالة الكويل او الكاباستور في الجراف ده الفولت والكارنت هو في فرق فيز بينهم، بس نفس الكلام يعني هما بيزيدوا وبيقلوا مع بعض لينير. يعني لو انا جيت ارسمها علاقة في مع اي على جراف خط مستقيم مش مع تايم، هيطلع خط مثلا واي بيساوي اكس بلس 3 بلس 4 بلس كونستنت، مش يعني هتطلع خط مستقيم في الاخر، هتطلع علاقة لينير. نفس الكلام لو ده كان مثلا الاندكتور فيبقى الكباستور لينير برضو. علاقة اللود ككباستور كلود لينير، واحنا قلنا اصلا الكباستور هيتعامل في حالة الهارمونكس كلود. نفترضنا بقى اللود النون لينير كمثال اللي احنا درسناه قبل كده الدايب، العلاقة بين ال V وال I كانت exponential مش linear زي في حالة ال capacitor أو ال inductor أو ال resistance يعني. ده بس اللي كنت عايز المعلومة الناس تفتكرها. ونتيجة لل resonance دي اللي هو ال Z total بقت ب infinity، بيحصل distortion ال voltage اللي هو داخل أصلا على ال load غير ال noise اللي هي جاية على ال supply أساسا، فده هيضر اللود. يعني مثلا احنا قلنا الكرنت بيزيد، فنفس الفكرة اللي قلناها في الأول اللود أخره كرنت معين، لو دخل له كرنت زيادة ممكن يتحرق، وده ناتج إن الكباستور بقى بيتعامل معايا كلود برضو. فأنا عايزه، لأ مش عايزه يتعامل أما الكرنت يزيد يبقى لود اللي هو بيسحب كرنت، أنا عايزه يفضل كرنت يعني بيستحمل لحد كرنت أكبر، بحيث لما لو حصل وان الريزونانس اقصد يعني اشتغل عند فريكوانسي كبيرة، الكارنت اللي يزيد يفضل هو برضو كسبلاير مش كلود. فانا عامل كده ازاي؟ هو بيقول لك هنا بعمل حاجة اسمها ستاندرد كاباستور عشان احل بروبلم الهارمونكس. يقول لك اللي انا بديزاين الكاباستور فار ار ام اس فاليو اوف كارنت ايكوال تو 1.3 تايمز ذا نومينال ريتنج كارنت. لو احنا كنا افترضنا مثلا لما قلنا فوق ال اي ال وال اي سي كنت بحسبها كقيمة، فانا لا انا هخليها 1.3 مرة من القيمة اللي انا كنت عارفها فوق دي، بحيث لما يحصل هارمونيكس وال اكس سي تقل هو برضه هيشتغل كسبلاير لانه بيستحمل كارنت عادي، فما يحصلش المشكلة دي تاني. وبيقول لك انا بستخدم النسبة دي لما يكون اللان لينير لوز اقل من 10%. هو ايه النسبة دي؟ هو حاجة احنا ما درسناهاش، هي تقريبا حاجة اسمها جي اتش على اس اتش او اس ان او جي ان على اس ان، هي نسبة كده يعني اللي داخل باور هيعرفها. فهي دي تعتبر حاجة يعني نظري شوية، اللي هو في نسبة موصل لان لينير لوز. لو انا حطيت اللود بتاعي دايض مثلا، فانا عشان ما يحصلش الهارمونيكس دي بزود بعمل ديزاين للكاباستور، بدل ما هو كان في الطبيعي على النومينال ريتد اللي انا حاسبه من الاول، لا هزوده 0.3 مرة لو كان النسبة بتاعت اللينير لود دي 10% اقل من 10%. وقلنا النسبة دي يعني هي خارج السكوب بتاع اللاب، ولو حد حابب يسألش عليها يعني ممكن يلاقيها، هي ما شرحتش في المعمل. المفروض في اللاب كان قالك برضو في حالات تانية مش النسبة دي بس. يعني بيقول لك في الحالة دي لو انا حطيت سيريوس element مع كونكشن فيوز او سويتش او حاجة مع الكاباستور سيريوس، النسبة هتبقى بين 1.3 ل 1.5.
لو كان كبسر بس مش حاطط معاه اي element من ده سيريس هيبقى 1.3 بس. يقول لك لو اللود في حالة بستخدم دي اقل من 10%، كان في نسب تانية بيقول لك لو اجمل من 50% هتعمل ايه، لو اقل من 20% هتعمل ايه، من 10 لـ20. يعني الجزء ده نظري شوية، فمش مش علينا نعرف حاجة اكتر من كده يعني اللي احنا بنعمل ايه. هو بيقول لك هنا النسبة هتبقى عاملة ازاي، الاي ان اللي هو القيمة اللي هعمل لها ديزاين اللي هي تبقى مضروبة في 1.3 على الاي اللي هي المفروض اللي هي تمشي، بتساوي اليو ان على اليو. اليو ان اللي هو برضو الفولت بعد ما اعمل له ديزاين، او بعد ما الكباستور هتعمل له ديزاين على اليو اللي هو المفروض السبلاي بيمشي يعني لو ما فيش ريزونانس. فالمفروض النسبة دي على دي تبقى 1.3. بيقول لك لو انا عوضت بالاي يعني بكيو، الكيو اللي هي الرياكتيف باور، افترضت اللي هو كان قال لي اللي هو افترض اللي هو سيم باور كونستنت، يعني اللي هو الجنريتد باور هتبقى كونستنت وانا بلعب في النسبه دي. فلو ضربت مثلا في اليو ان على يو في الطرفين هتدي كيو ان على كيو بتساوي سكوير النسبه دي. بس ده الموجود هنا. يعني هو نفس المبدأ هنا وهنا اللي انا بعمل ديزاين للكباستور برقم كبير، بس الفكرة اللي انا هنا بتعامل مع الاوفر كارنت. يعني لو الكارنت كبير قوي مش هقدر استخدم الستاندرد كباستور اللي انا عامله ديزاين كده، فبستخدم الفورمولا دي. ودي بستخدمها لو النون لينير لودز النسبة بتاعته اقل من 20%. ليه بقى النسبة دي؟ برضو نفس الفكرة بتاعت اللي فوق، يعني هي نسبة بره السكوب بتاعت المعمل. هو بس هنا كان بيقول لك لو انا الاكتيف باور فل زي ما هي، الكاباسيتنس المفروض تبقى زي ما هي برضو، يعني النسبة تكون واحدة. لكن لو انا عايز اعمل ديزاين بقى عشان امنع لو هيحصل يعني اوفر هاير اوفر كارنت، هستخدم الفورمولا دي. لو انا اشوف النسبة بقى المفروض تبقى قد ايه واعمل ديزاين للكاباستور على اساسها. يعني هو الجزء ده اصلا ما شرحش في المعمل عند ناس كتير، وعندي فما قريت عنه يعني لقيته اللي هو ما يعني كلامها هيبقى معقد عن كده. يعني حتى اللي انا بقوله ده بحاول افسر المكتوب، ان هو يعني هو المفروض ده توبيك لوحده المفروض يتشرح. فهو الفكره اللي هو بس يعني نعرف الطريقتين دولت سوليوشن علشان نمنع اللي هو الهارمونكس واللي هو اللي بيحصل لو في ريزونانس او حاجه. ففي طريقتين، ستاندرد كاباستور والكاباستور ويز انكريزد كارنت ريتنج. دي لو الكارنت اللي عندي يعني كبير بنسبه معقوله، فانا هعمل ديزاين بحيث لو يكون الار ام اس فاليو اوف كارنت 31 1.3 مره اللي هو العادي. هنا لو الاوفر كارنت بقى، لو الكارنت كبير جدا يعني اللي هيحصل في الكباستور، لو انا وده هيكون في حالة ان انا عندي هارمونيكس كتيرة، لو انا مثلا الاكس سي بقت قليلة جدا فالكارنت اللي هيمشي هيبقى كبير جدا، فده الحالة اللي هستخدم فيها. وهنا بستخدمها لو البرسنتج اقل من 20%، وانا بستخدمها لو اقل من 10%. وطبعا لو حطينا سويتش او فيوز مع الكاباستور هتبقى النسبة 1.3 لـ1.5. الطريقة دي ما شرحتش برضو خالص في المعمل، فأنا عديها يعني. بعد كده بيقول لك التجربة لو حد فاكر يعني كانت بتعمل ازاي، كنا بنستخدم حاجة اسمها باور اناليزر. ده كان جهاز كده زي الابو، احنا كنا ما نعملش حاجه في التجربه اصلا، احنا كنا وصلنا الجهاز ده لو حطينا السكتين دولت على اليو ام. اليو ام ده الفولتج، واليو ام اللي هو مقصود بيه الماكسيمم يعني. وبعد كده في الجهاز نفسه البنك يعتبر اللي هو كان اللوحه اللي كانت محطوطه اللي فيها اللود وكل حاجه، واللي كان متوصل فيها اللمبه اللي هي كنا بنقيس بيها الباور اللي بيوصل لها. يعني كان حتى هو كان مديها اسم هنا، ثانية اهي هالوجين لامب، مش مهم يعني نعرف اسمها. بيقول لك بقى فالمهم نيجي لخطوات التجربة. بيقول لك انت
هتملى جدولين مرتين. أول مرة لما تكون عامل ريموف للجامبر لينك اللي هو i50 و i40 و i30، دي كانت في البنك اللي جوه ده كان فيه سويتشات على الكاباستورز، فانت هتشيل الكاباستور دي خالص. وهتقيس على في الحالة دي مرتين، مرة ان الكونفيجريشن 1 ومرة كونفيجريشن 2. كونفيجريشن 1 كان بيقولك ان انت هتدخل على اللمب 500 واط، المرة التانية هيبقى 500 واط وفي كويل ال 20. فانت بالطبيعي هتلاحظ انت بتاخد القرايات ال 500 واط، هتلاقي الباور فاكتور هيكون احسن لما يكون في كويل ال 20، دي في حالة اللي مفيش كاباستور. في الشكل التاني هيقولك انت هتوصل بقى الكاباستور اللي هو هتدي انرجايز الكابينة، وبعد كده تستنى شوية وتوصل الباك جامبر بتاعت الكاباستور. هتلاحظ ان القرايات في اول كونفيجريشن هنا بتساوي اللي هنا، لان انا ما غيرتش في حاجة. في الحالة التانية الباور فاكتور هيتحسن عن هنا بكتير جدا، لان انا حطيت كاباستور. نجيب الارقام. قبل ما نجيب الارقام، بس هو كان الباور اناليزر ده كان المفروض ان انت بتقيس الار ام اس والاي ام اس، انت بتديله ماكسيمم الاول في الجهاز، وبعد هو بيحسبها بيقسم على روت 2 بيجيب الار ام اس وصح. الطريقة بتاعة التوصيل دي في الكرنت دي طريقة مشهورة، يعني اللي انا بحط سلكة ملفوفة كده على السلكة اللي عندي اللي طالعة من الجهاز، لان انا مثلا لو انا عايز اقيس كارنت في منطقة فيها ديستريبيوشن مثلا، وعايز اقيس كارنت فيها في محطة في الشارع كده، يعني مش طبيعي ان انا اقطع السلك عشان اقطع الكهرباء عن المنطقة واحط افو واقيس. فالطريقة دي اني بحط سلكة ملفوفة بكل حاجة ملفوفة زمنية، لان انا اصلا الاميتر بتوصل سيريس، فانا ما فيش طريقة غير ان انا اعمل طريقة القياس دي اللي انا، او ده انسب حل يعني اللي انا عشان ما اقطعش حاجة. فدي طريقة مشهورة في قياس الكرنت يعني. فهو هنا بيحسب انا بقيس ماكسيمم من الدايرة، وبيقسم على ار ام اس على روت 2 عشان يجيب الار ام اس في الجهاز، وبعد كده المفروض الجهاز انا مش فاكر بيطلع لي قرايتين، وهو بيجيب القرايتين الباقيين. يعني مثلا كان مش فاكر بيطلع لي باور وكوزاين فايل اول باور فاكتور، والاتنين دولت انا كنت بحسب على الاله دولت يعني، او هو كان بيحسب الاربعه، انا مش فاكر الجهاز ازاي. بس عموما يعني هو دي طريقه فكره عمله، اللي هو بياخد قيم ماكسيمم من السيستم بتاعك اللي هو البنك كان او الكابينه اللي كانت موجوده في المعمل، وبيقسمها على روت 2 يطلعك الار ام اس. هو كان تقريبا في زراير بتاخد منه قرايات، واحنا كنا بنمليها يعني علشان نرسم التريانجل يعني المثلث. فتعالى نجيب الارقام. دي الارقام اللي طلعناها من الجهاز. يعني نلاحظ ان الارقام هنا هي الارقام هنا في اول كونفيجريشن، لان الفرق بين ده وده ان انا هنا حطيت كاباسترز، بس الكاباستر مش هتعمل لي حاجه وما فيش كويل اصلا، فهي مش هتشتغل. فالقرايات دي لازم اكون القرايات دي. هلاحظ بقى الفرق بين القرايات هنا والقرايات هنا. واما حاجه نركز مع الباور فاكتور، الباور فاكتور هنا كان 0.48، هنا بقى 0.9، لان انا حطيت كاباسترز، فانا حطيت الباور فانا حسنت الباور فاكتور بتاعي. دي تجربه هبله يعني، مكنش بنعمل حاجه، احنا كنا بناخد ارقام ونرسم مثلثات. بيقول لك هنا بقى ارسم مثلثات كلها بقى من الارقام اللي عندك دي وبس. دي كانت التجربه يعني. نيجي نحل المثال ده بتاع فاينل 2014 بسرعه. بيقول لك عندك السيركت دي وعندك فاريبل سبلاي، بس هو قال لك الفينوت بتاعته 100 فولت والفاندامنتال فريكونسي 50 هرتز. بيقول لك احسب بالاكس اللي هتخلي الاوفر اول باور فاكتور 9 من 10، وقال لك ان في لود هنا الفي نوت، اسف دي اللي كانت على اللود بتاعي وانا الفاريبل او السبلاي عموما يعني. فبيقول لك الاوفر اول باور فاكتور هيبقى 9 من 10. هو قال لك الاوفر اول يعني مش عايز يحسن الباور فاكتور، عشان في ناس هتتلخبط وتقول تمام انا هروح اخد 9 من 10 دي، راح اعوض في القانون اللي كان في اللام مانوال هو فين اللي هو احنا استنتجناه فوق ده، ده واجيب بقى الكباسيتنس. هو مش عايز كده اصلا،
هو عايزك تحسب الاوفر اول، انت مش هتحسن حاجه، انت عايز تحسب لما الاكس دي تتحط هتكون بكام، عشان الاوفر اول الدايره دي كلها بقى تديك باور فاكتور 9 من 10، كأن الاكس دي بقت لود معاك، والستة يعني 6 اوم دي بقت لود معاك. فانت اللي هتعمله اول حاجه هتقول ان الاس الاول ده كان مديهالك في اللود ب 50 كيلو فولت امبير، والباور فاكتور 8 من 10 لاج، في الغالب بيبقى لاج. فانت من الارقام دي كلها تقدر تجيب الكيو اولد هتطلع ب 30 كيلو فولت كيلو فار. فانا عايز احسب الكيو نيو بقى هتكون بقد ايه. انا لاحظ هنا ان انا عوضت بنفس الاس، لان انا قلت انا مش هغير حاجه في السيستم، انا مش هحسن الباور فاكتور، انا عايز احسب التوتال باور فاكتور. هو مديني الاوفر اول باور فاكتور وعايز يحسب الاكس نتيجه الاوفر اول دي، فعشان كده انا عوضت بال50 زي ما هي. فجبت الكيو نيو طلعت ب 21.79 كيلو فار. عايز احسب الدلتا، لان دي الدلتا دي هو ناتج تاثير الاكس، فتطلع الاولد ناقص نيو 8.2 كيلو فار. عايز احسب الاكس منها، انا عارف ان في المساله الفولت الفي نوت هنا هو الفي نوت هنا، فالكيو بتساوي في سكوير ده على اكس سي تقريبا، او اكس عموما، لان ما اعرفش هي لاج ولا لود. بس بما ان الباور فاكتور اتحسن زاد، فهي اكيد دي اكس، فدي اكيد كبسة، فعلشان كده هو قالك هي هتبقى اكس سي. فلما حسبها طلعت الاكس سي بالرقم ده، ده كان اول مطلوب في المسألة اللي هو رقم ايه. بعد كده بيقولك لو انا حطيت سويتش ان سيريس وذ سيركت هنا كده مثلا، ايه التايب بتاع الترانزيانت ريسبونس بتاع البرفورمانس ده. هو بس بيقول لك عايز الترانزنت ريسبونس، ده كان جزء خدناه في السيركتس السنه اللي فاتت، فانا مش هعتبر ان في اكس معايا، لان الاكس دي علشان كانت تبع اول مطلوب يعني. فلما اشيل الاكس دي واحط سويتش هنا هتبقى دايره ال سي ال ار اسف، لان في مقاومه وهنا في لود لاج، فاكيد هنا في مقاومه برضو كويل، فهتبقى ال ار سيرك. وهنا انا شلت ليه تاني الاكس دي، لان هو الاكس دي تبع اول مطلوب مش تاني مطلوب يعني. واحنا عارفين اصلا ان الريسبونس بتاع الار ال سيركت، الفورس الار ال سيركت، ان لما سويتش يتقفل الاي هياخد وقت عقبال ما يوصل للستيدي ستيت، لان الكويل بيمانع ان التيار يتغير مره واحده فجأة، فهيفضل يزيد مع التايم لحد ما يوصل للحظة معينة، لحد ما يوصل للستيدي ستيت. ده كان المطلوب في السؤال ده. بعد كده بيقول لك عايز الكومبلكس باور اللي هي الاس التوتال باور يعني، باي ذا سورس افتر اند بيفور انستليشن اكس ان كيس اي وان كيس بي. بعد كده حط لي كومنت. انا اوريدي اصلا كنت جايب الكيو، فانا بسهولة اقدر اجيب الاس. هحسب البي اولد من ال50 كوزان الزاوية اللي كانت عندي، هتطلع ب40، علشان 40 سكوير بلس 30 سكوير هتطلع 50 اللي هي القديمة، فدي الاس توتال القديمة. وبعد الاكس احسب برضو البي بالباور فاكتور الجديد، والكيوب بالباور فاكتور الجديد، الاس الجديدة، والاحظ ان الباور فاكتور زاد نتيجة ان انا حطيت اكس. الاكس بالنسبة لي كانت كابستنس، عدلت لي في الباور فاكتور، واثرت على اللاج لود اللي كان عندي. ولاحظ هنا برضو ان نتيجة ان الاس توتال اللي طلع من السبلاي كانت ثابتة، فالبي اتغيرت، الباور اللي جاي الاكتف باور اللي جاي من السبلاي اتغير، علشان كده الكيو اتغيرت والباور فاكتور اتغير. لو كانش اتغير الحالة، لو انا كنا بنغير الاس بقى على الجراف، كان بيقولي لو انا عايز احسن هعمل ايه، كان هو كان بيقولي ديزاين بقى، دي مش المسألة، ما كانتش كده يعني. فهو بيقول لك هنا بقى المطلوب الاخير، بيقول لك تعال نجيب السؤال الاول، بيقول لك construct a circuit in the lab which can help you to experimentally calculate active and reactive power، اللي هي الرسمة اللي وضحناها شوية في التجربة. ده هو الباور اناليسر اللي هو زي الافو يعتبر، بوصل طرفين على الفولتج كده على السبلاي،
وطرف الكرنت بوصله كده. بمجرد ان انا عرفت الفولت والكرنت اقدر اجيب كل الارقام الباقيه اللي عندي، باور اكتف باور رياكتف باور بقى باور فاكتور الكلام ده كله. بس دي كانت مسألة الفاينل يعني. تعالوا نراجع بسرعة على ريزونانس. هو زي ما قلت في الأول ما شرحتش في مجاميع، هو أنا عندي اتشرحت بس مش بالديتيلز اللي موجودة هنا كلها يعني. هو تقلل الإكس سي بيساوي الإكس ال والفريكونسي بتاعه وخلاص كده. ف هنمر عليها بسرعة برضو يعني احتياط. لو أنا عندي دايرة زي دي عايز أجيب الزد توتال بتاعتها، فهتساوي في الريال الار اللي هي الريزيستنس، وفي الايماجينري القيمه دي. هلاحظ ان الاكس ال والاكس سي بتديبند على الفريكوانسي، ودي اللي هنرجع للنقطه اللي كنا عايزين نعرفها، ان ليه الاي بتبقى ماكسيمم عند الريزونانس فريكوانسي. الريزونانس فريكوانسي دي اللي هتكون الاكس ال بتساوي الاكس سي يعني القيمه دي. بلاش نستخدم البتاع ده، معنينا القيمة دي بتساوي القيمة دي، فالزد هت equal R. فساعتها ان هقسم الفولت على اقل قيمة اللي هي R فيديني maximum frequency. فهو ده اللي عمله في الكيرف هنا اللي عند ال F note اللي هي ال resonance frequency، اللي هي قيمتها بتساوي 1/2 باي روت ال سي، وده استنتاجها يعني ال X اللي بتساوي ال X سي والاخ. فعندها بتساوي maximum frequency maximum current يعني. وهو بيقول لك حتى ده الكيرف بتاع الكرنت مع الفريكونس. نرجع بقى للمعادلة تاني. انا عايزك تعرف بس ان الاكس ال مع الفريكونسي بتزيد والعكس مع الاكس سي بتقل. فانا عند الزيرو فريكونسي الاكس ال هتبقى بالنسبة لي بصفر، والاكس سي هتبقى بانفينيتي. فانا مش هيبقى عندي اصلا كرنت علشان الكباسيتور بقى اوبن سيركت والكويل بقى شورت سيركت، لان الدايره اتفتحت فهتبقى الاي بي زيرو. ودي دي معلومه خدناها في الالكترونكس يعني، فده بيأكد عليها. هو قايل لك هنا في الكيرف انا كل ما انا بعلى بالفريكونسي معايا الكرنت بيزيد لحد ما يوصل عند اف نوت بقيمه ماكسيمم. سيبك من الاف 1 والاف 2 هنقولها دلوقتي. تعالى نفهم ازاي ليه الكرنت بيزيد، او نسبه الكرنت للماكسيمم كرنت بتزيد كل ما التردد بيزيد من المعادلة. احنا كنا قلنا عند الاول خالص عند فريكونسي بزيرو القيمة دي بزيرو والقيمة دي بانفينيتي، فيطلع ان الزد دي كبيرة جدا فاوبن سيركت مفيش كارنت. لو افترضنا انا زودت الفريكونسي شوية مثلا بقى 5، فالقيمة دي هنقسم على رقم صغير فبقى قيمة كبيرة، والخمسة في ال قيمة صغيرة، فالناتج هنا دي هتبقى اغلب فهتبقى جي فيها قيمة سالب. بس لما اجي اجيب السكوير او الماجنتيود يعني للزد بحيث ان انا اجيب الكرنت فهيطلع قيمة ليه. وكل ما انا ازود الفريكونسي القيمة دي بتقل معايا، لان انا بزود تحت فالقيمة دي بتقل معايا والقيمة دي بتزيد. فانا عمال هضيق الفرق ما بينهم بحيث ان الزد تطلع لي بقيمة نيجاتيف في الآخر. هو أنا هتلاحظ إن أنا هنا ابتديت عند القيمة دي لو سميتها إكس مثلا بإنفينيتي، ودي ابتديت عندها بزيرو، أنا عمال أرفع الزيرو ده الرقم كل ما بزود الفريكونسي، وأقلل الإنفينيتي دي الرقم، لأن أنا بزود في الفريكونسي تحت فالمقدار ده بيزيد بيقل. فناتج الفرق ما بينهم في الآخر عمال يقل، وكل ما بزود الفريكونسي ناتج الفرق عمال يقل عمال يقل. فانا عمال اقلل الزد توتال، فانا عمال ازود الكرنت لان لسه الفولتج عند السورس. فالناتج اللي انا لما اوصل ان القيمه دي بتساوي القيمه دي هي اللي عندها بقت زد ماكسيمم. وفي النص ما بينهم من الزيرو للاف نوت انا عندي قيمتها بالسالب. في الجي يعني كماجنتيود هي قيمه بالسالب، لان ساعتها الاكس سي هي اللي بتبقى غالبه. بعد بقى ما ازود الاف نوت تعالى نشوف في الرسم عملها ازاي. الكرنت بيديكي تاني ليه حصل كده، لان عند الاف نوت او اللحظه اللي دي بتساوي دي، فانا عندي الزد بتساوي ار بس في الاي ماكسيمم. افترضنا انا زودت الاوميجا تاني اللي هو فريكونسي تاني، فالجزء ده زاد وده قل تاني،
فالقيمة بتاعت الجي دي ابتدت تزيد، بس بقت القيمة بوستد مش نيجاتيف، لأن ده بقت أكبر من ده، وكل ما أزود الفريكونسي تاني البراكت ده بيزيد وده بيقل، أزود ده بيزيد وده بيقل، في الآخر القيمة دي كلها بتزيد في الجي بالبوستد. لما أجي أجيب الماجنتيود للزد تبقى الزد برقم بلس رقم قيمة كبيرة، فالآي ساعتها هتبتدي اللي هي بتقل وبتدنس تو زيرو، لأن أنا بقسم على القيمة في انفينيتي، يعني عندي فريكونسي بانفينيتي في الآخر، مفيش فريكونسي بانفينيتي يعني. فده شرح الكيرف من المعادلة، وهو بيقول لك هنا في الجراف ده بيقول لك انا لو قريب من الزيرو كفريكونسي فانا الدايرة بتتصرف كأنها كاباسيتي اكتر، لو انا ببعد عن الاف نوت بوصل انفينيتي فالدايرة بتتصرف كأنها اندكتيف اكتر، وده اللي احنا قلناه فعلا في المعادلة. لما انا عند الاف الكبيرة جدا القيمة دي كبيرة والقيمة دي صغيرة بيكاد ان انا اهملها، فيبقى عندي المؤثر هو الاكس ال، والعكس لو ترددات صغيرة هيبقى ده المؤثر، فتبقى اللي باين عندي ان الزد هي فيها اكس سي اكتر من الاكس ال. ده شرح المعادلة بسرعة كده. وبعد كده عايزين نوضح حاجة تانية اسمها الباند ويدث البي دبليو اختصارها، وهي منطقة بيقول لك ان فيها الباور في الكيرف يعني بتكون النص بتاعي نص ال، يعني افترضنا بس ده مش كيرف الباور، افترضنا لو ده كيرف الباور هو مشابه للكرنت لان الار ثابته، وانا هنا اقصد البي كاكتيف باور مش البي اللي هي رمز بي اللي هي اللي انا بستفاد منها. وقال لك هي النص دي بتحصل عند واحد على روت اتنين، يعني النسبه بين الكرنت لاي ماكسيمم هي واحد على روت اتنين، فلما اجي احط على الكيرف لو انا عند كيرف الكرنت وانا عند نسبه واحد على روت اتنين او على كيرف الباور وهي النص، فالمنطقة هتقطع في نقطتين على كيرف ال على الكيرف في منطقة الفريكونسي، فالنقطتين دول هي بالنسبة لي باندويتس اللي هي فيها يتراوح الباور ماكسيمم بتاعي ونص الباور بتاعي، هي قال لي في التعريف كده اللي هي هاف باور بوينت. عايز اجيب الباندويتس دي اطرح اف واحد ناقص اف اتنين، ودي تعتبر بروبرتس من الريزونانس، يعني ممكن يسألنا عليها ايه هي الباندويتس. بعد كده حاجة اسمها الكواليتي فاكتور، خدناها برضو مع الدكتور نبيل السنة اللي فاتت، وهي كمؤشر بالنسبة لي انا عشان نفهمها، هي بتقولي انا السيركت بتاعي كويسة قد ايه، يعني انا بالنسبة لي هو الباور اللي انا باخده ده كويس ولا لا، واعرف منين كده اعرف ان لما يكون الكيو دي كبيرة، وكان ساعتها دكتور نبيل عرف ليها منين كويسة اللي هي أكبر من 10، فلو افترضت مثلا ان الاف نوت على البي دبليو الباندويث أكبر من 10 فكده الدايرة دي الكواليتي فاكتور بتاعك كويس. أنا عايز أكون ليه أكبر من 10 أو قيمة كبيرة، لأن أنا بقول القيمة دي تكون رقم كبير، يعني معنى كده ان الاف نوت ده رقم كبير والباندويث ده صغير، أنا عايز الباندويث ده صغير جدا، يعني مش عايزه يشمل قيم كتيرة للباور، أنا عايزه يشمل أكبر قيم للباور أقدر أخدها، مش عايزه يتغير، يعني مش عايزه يمشي معايا في رينج كبير. فكل ما تكون القيمة دي كبيرة بمعنى إن الباند ويدث صغير والإف نوت كبيرة أو مش كبيرة، النسبة ما بينهم يعني تكون كبيرة بمعنى أصح، يكون الكواليتي فاكتور بتاع الدايرة ده كويس. ولو فكيت الإف نوت والباند ويدث أقدر أجيب القانون ده اللي هو الأوميجا نوت في ال على ار. بعد كده بيقول لك التجربة واحنا ما اخدناهاش فاحنا مش هنعملها، وهي عموما سهلة يعني هو ما فيهاش حاجة، بس احنا مش هنعملها عشان احنا ما درسناهاش يعني في المعمل. فنيجي بقى نحل البري لاب بسرعة كده، يا رب تكون الصورة واضحة. بس في الأول بيقول لك اللي أنا عايز أعمل improvement للباور فاكتور، لو أنا عندي لود 100+50 جي وهحط معايا بارل كاباستور، عايز قيمة البارل كاباستور دي اللي تديني يونيتي باور فاكتور، هو هنا ما ادانيش باور ولا اي حاجة خالص، فانا عايز احسب القيمة دي بطريقة اصلا ما انا اخش في حسابات الباور لان انا معرفش اعملها. هو الباور فاكتور ده احنا كنا قلنا اللي هو يعتبر التاني الفاي اللي هو يعتبر الاماجينري على الريال، هو مش تاني فاي هو كوزين الفاي، بس انا لو جبت الزاوية يعني اقدر اجيب الكوزين بتاعها واقدر اجيب الباور فاكتور. فانا ببساطة لو اقدر اخلي الزاوية دي بزيرو عشان هو عايزها يونيتي باور فاكتور، فكوزين زيرو بواحد، فانا عايز اخلي الزاوية دي بزيرو،
فانا لو جيت اقسم ايماجينري على ريال، انا عايز بس اجيب القلم. ادي الفاي، واقول هي بتقول اللي هي بتساوي تان نيجاتيف 1 اللي ايماجينري على ريال. اسف على الخط الزباله ده. المهم، فانا عايز اخلي الزاويه دي بزيرو على اساس معوض بالزاويه دي في الكوزاين تبقى بواحد، وانا اجيب كده الباور يونت فاكتور او يونت باور فاكتور. فامتى الزاويه دي بزيرو؟ لما الايماجينري ده يكون بزيرو. فانا هروح اجيب الزد توتال لما اوصل الاكس سي دي بارلل، واحاول اساوي الايماجينري بزيرو. القيمه اللي تطلع لي في الاكس سي هي دي القيمه اللي هتخلي لي الباور فاكتور بواحد ساعتها. ده اللي انا عامله هنا بالظبط، جاب مقاومتين بارلل مع بعض، اكس سي مع ال 100 بلس 50 على في 100 بلس 50 على 100 بلس 50 ناقص اكس سي، وضرب في الكونجكت فوق وتحت على اساس ان انا اساوي اللي فوق القيمه الايماجينري بزيرو. هتطلع المعادله دي، هتطلع قيمتين، واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف. هات البوزيتيف، هات منها الكابسيتنس. بس كده انت جبت المطلوب اللي هو عايزه. المساله اللي بعدها عن الريزونانس، نمسح الكلام ده الاول. المسألة اللي بعدها مش عن الريزن، انا اسف، يعني باور فاكتور برضه. بيقول لك ان انا عندي لود اللي هنا بس مديها لي بالباور، اللي هو بياخد باور 500 بلس 300 جي كيلو فولت امبير، وشغال على سورس 11 كيلو فولت. عايز قيمة الكاباستور برضه اللي احطها بارلل عشان يديني يونيتي باور فاكتور. هنا انا هلاحظ ان الباور فاكتور اللي انا عايزه يكون جديد، لو حد فاكر الرسمة بتاعة الباور فاكتور او القانون، يعني كنت ساعتها بطرح ده من ده علشان في فرق في الفيز. لكن هنا باور فاكتور الجديد، هو الرسمه دي مش موضحه بالظبط، هو بواحد، يعني الزاويه بزيرو. ففي الحقيقه الاس في الحاله التانية هتكون كلها بي. بمعنى تاني ان انا كيو اللي احطها هي بتساوي الكيو القديمه كلها مش جزء منها. انا احط الكيو القديمه كلها اللي هي كانت في الحاله 300، بحيث تلاشي الكيو القديمه فيخلي لي الباور فاكتور بواحد. تعال نجيبها من الرسمة القديمة عشان توضح أكتر. أهي الفاي داش دي اللي هي الزاوية الصغيرة دي هي الزاوية القديمة. نفترض اللي هي، أو هو في المسألة كان بيقول لك اللي هي بزيرو عشان الباور فاكتور بقى بواحد. فالإس دي هتبقى هي الباور، وفي الآخر الكيو سي دي هتكون هي الكيو كلها. فأنا مش محتاج أعوض في القانون، ولو عوضت في القانون ده هجيبها برضو. فأنا من الآخر هاجي في المسألة هنا هساوي ال كيو ال بال كيو سي. معلش برضه هو غلطان في حتة ال بي ال، هو انا هساوي ال كيو ال بال كيو سي اللي هي ال كيو القديمة بال كيو اللي انا عايز اشوف ال اكس سي بتاعتها تبقى كام. فال كيو القديمة اللي هي 300 في 10 أس 3 عشان هو مدالي بالكيلو. ال كيو الجديدة هتبقى الفولت اللي انا مغيرتوش على ال اكس سي اللي انا عايز اجيبها. الفولت مديهولي، اعمل حساباتك وهات الكاباسيتنس. هي دي قيمة الكاباسيتنس اللي هحطها. انا كنت عايز امشي بنفس الخطوات القديمه، اللي هو الكيو سي هتساوي بقى الباور اللي هي 500 في تان الزاويه اللي هي هتبقى تان نيجاتيف في تان نيجاتيف 1 3 على 5، وتان في تان نيجاتيف 1 3 على 5 اللي هي ب 3 على 5، هتطلع 300 كاني ما عملتش حاجه. فالكيو سي هتبقى 300. بس كده خلصنا. يا رب تكونوا استفدتوا، وشكرا.